Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian yang menimpa kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak saat melaksanakan latihan di perairan utara Pulau Bali pada hari Rabu. 21 April 2021. Untuk keluarga, para awak kapal, selam KRI Nanggala 402, semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Kali lagi, saya sangat prihatin. Mari kita berdoa bersama untuk keselamatan dari kapal selam KRI Nanggala 402 dan para awaknya. سموغا سكراني كتموكا دان سلورو اوا اوا او يا الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كن عبد يا صلاة الذين امتعلموا غير المغضوب عليم امن اللهم بركة الفاتحه وكرمة الفاتحه وعظمة الفاتحه وشفاعة الفاتحه ونور الفاتحه وسر الفاتحة اللهم سر أمورنا بلغ مرادنا وحصل مقاصدنا وقضي حاجاتنا وقضي حاجاتنا وسلمنا وسلم ما معنا وخاصة سلم الغواصة قبل سلام ننقالا 402 اللهم سلم وسلم وسلم وسلم, وسلم. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته